بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. البنات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واش راكم؟ يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. يا ربي الفيديو تاعي يصيبني بخير ويصيبكم بخير وعلى خير. اليوم حسب الرغبة تاع الأخ فوزي، أخ فرحات فوزي، قال لي ديري لنا البغرير. جيتكم اليوم بالبغرير البنات، بدوا على بركة الله الوصفة. عاودي عندنا كاس الفينة، الدقيق الرطب، نديرو البنات زوج كيسان معمرين، البنات زوج كيسان معمرين زائد كاس فارينة البنات، معلقة سكر البنات، ونص معلقة تاع هكذا معلقة من الصغار ماشي معمرة بالملح البنات، كنت درتها اسمحوا لي. نزيدو معلقة، نص معلقة البنات خمارو، ونخلطو كامل المكونات. درنا زوج كيسان البنات تاع السميدتق، كاس فارينة، نص معلقة من الصغار تاع الملح، معلقة سكر، نص معلقة تاع خمارة تاع العجين البنات، ونخلطو كامل. نوا شفتو هنا، ديرو السكر والملح والخمارة هذا ما كان، نخلطوه البنات. الكاس البنات اللي كيلنا به هو اللي نكملو به، نديرو كاس تاع الماء. الماء صافي البنات، انا غير من درت به الخمال الاخر الفرينة وهذا قعدت لاصقه فيه. الكاس الاول، الكاس البنات الثاني، الكاس الثالث، الكاس الرابع البنات. البنات الما يكون دافي، ما يكون سخون، ما يكون بارد. بلا فويت زعما، ومن بعد نديرو بالبراميكسور لاقل البنات. ماذا بيكم ديرو فواحد الحاجه واسعه البنات، البراميكسور نطلعوها مدة دقيقتين، خلطوها مليح باش نبقاو نجبكو. زدت باكي خمارة، زدت معلقة تاني تاع الخل البنات باش يحسن الخليط تاعنا ويجي فيه الذوق، يجي شبيب. البنات درت نص معلقة البنات تاع الزبدة باش ندير لك المقلة تاعنا. البنات انا درت هذه المقلة تاعي مليحة ما تلصقش، ندوب هذه المعلقة تاع الزبدة وندير واحد شوية تاع الزيت البنات باش ما يسقناش هذا المكان. نخلي المقلة تاعنا تسخن ونبدو على بركة الله. من بعد اللي ذابت نحو هذاك الزوائد، بدو هكا البنات بالمعرف تاعنا. بسم الله، ندير مقلة كبيرة البنات نزيد فيها هكدا. شوفو البنات شاجي معانا، ياودي بدا يتسقب. البنات الثاني كاين الحبه الاولى دائما ما تجيش مش مليحه، حبات التوالا هما اللي يجيو ملاح. هذا هذه غير تاع الزبده البنات طلعت لهنايا، خلوها طيب. هذا هو الشكل تاعهم البنات، نتلاقاو عند التقديم نكمل الحبات نتاعي ونتلاقاو البنات. شوفوا البنات كيفاش جات معنا،
هذه البنت الزوجة. هذا الشكل البنت تاعنا كيفاش غندير معاكم الثانية. البنات ندير معاكم هذه نتلاقاو من بعد. مرحلة التقديم البنات، شوفوا الشكل تاعو كيفاش جا معنا البنات. عندي شوية تاع العسل، ندير له شوية تاع العسل البنات على الوجه. انا ولادي يبغون بالعسل بزاف. البنات ما تنساوش تابونيو للفيديو وتجاميو لي باش يوصل اكبر مشاهدة البنات. ونقول لكم شهية طيبة. هاو لي الشكل تاعو كيفاش جاو، جاو شابين ما شاء الله، جاو يغويو. البنات نقول لكم جمعة مباركة والسلام عليكم البنات.